نظم حزب حماة الوطن لقاء مجتمعيا بمحافظة الأقصر في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني. ناقش اللقاء سبل تطوير التعليم الفني والمهني ودعم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لمتطلباته الراهنة، حيث أكد المشاركون اهتمام الدولة بدعم وتنمية قدرات ومهارات طلاب التعليم الفني وخريجيه من أجل إعدادهم وتمهيد الطريق لهم ليصبحوا منتجين في سوق العمل. دي تهيئة أو استعداد للجمهورية الجديدة اللي سيادة الرئيس بينادي بيها، فإنه هو بيطرح حاجات كتير قوي لكل الناس، وكل الناس بتشترك، أخبار حضرتك، لغاية ما نوصل لحاجة جميلة كده. يعني النهاردة مثلا الحوار كله على تفعيل التعليم الفني. تم التحديد للحوار الوطني هو التعليم الفني والمهني والفرص والتحديات، فاحنا النهارده جايين داعين اكتر من جهه معينه لوجودهم، متواجدين معانا النهارده بخصوص الحوار الوطني لمناقشه الحوار الوطني. الحوار بتاع اليوم حوار الوطني الخاص بالتعليم المهني والتعليم الفني، بالفعل ان الاهتمام الدوله حاليا بالتعليم الفني لما يتطلبه سوق العصر من متطلبات حديثة توافق سوق العمل وتوافق التنمية المستدامة الجديدة. فكرة جميلة، حوار وطني حتى نصل به للمشاركة العملية للفنيين أو المهنيين في تنمية المجتمع المصري الحديث. بالنسبة للتعليم الفني والمهني لنتناقش إن شاء الله في تطوير التعليم الفني والمهني حتى نكون في إصداف الدول المتقدمة.